بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس ماكرون قام بالهجوم على الإسلام قبل أيام، واصفا الدين الإسلامي بأنه دين يعيش أزمة في كل أنحاء العالم. وكانت هناك ردود أفعال كثيرة نتناولها مع حضراتكم حول هذه التصريحات المسيئة ضد الدين الإسلامي، ولكن من أكبر وأقوى التصريحات وأعلاها في المستوى السياسي كان رد الرئيس رجب طيب أردوغان على ماكرون، حيث أعلن كرئيس أوحد حتى الآن في العالم الإسلامي يتصدى لهذا المتغطرس المتعجرف المسيء للإسلام ماكرون. أردوغان يقول تصريح ماكرون عن الإسلام استفزاز ويفتقد الاحترام. الرئيس رجب طيب أردوغان يقول أن حديث ماكرون عن إعادة هيكلة الإسلام وقاحة وقلة أدب، والعديد من الدول الغربية أصبحت راعية للعنصرية ومعادية للإسلام. مهاجمة المسلمين بات أحد أهم وسائل السياسيين الأوروبيين للتغطية على فشلهم. هذه أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان على ماكرون المحارب للإسلام. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات ماكرون حول الإسلام معتبرا إياها استفزاز صريح وتفتقد للاحترام. موقف الرئيس رجب طيب أردوغان يظهر بوضوح وجلاء من يقف مع الإسلام والمسلمين ومن يعادي الإسلام والمسلمين، بينما نجد الرئيس أردوغان في خندق الدفاع عن الإسلام، نجد عبد الفتاح السيسي عندما ذهب إلى فرنسا يحرض ماكرون على المسلمين وعلى المساجد، نرى عبد الفتاح السيسي يحرض العالم كله على العالم الإسلامي 1,700,000,000 مسلم، نرى عبد الفتاح السيسي يقوم بهدم المساجد بكل بشاعة وبكل إجرام. إذن الموقف المساند للإسلام والمدافع عن الإسلام يتضح من يقف إلى جانبه، والمعادي إلى الإسلام يتضح من يقف أيضا في هذا الخندق. لذلك ماكرون ليس وحده، بل يوجد في بلادنا العربية والإسلامية أكثر من ماكرون من حكام العرب الذين يسجنون العلماء والدعاة ويضيقون على شعائر الإسلام ولا يقيمون للإسلام وزنا في بلاد المسلمين، من هؤلاء الحكام الذين جعلوا أنفسهم ألعوبة في أيدي هؤلاء الشياطين. وقال الرئيس أردوغان بهذا الخصوص تصريح ماكرون بأن الإسلام متأزم في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة استفزاز صريح، فضلا عن كونه قلة احترام. وأشار الرئيس التركي إلى أن العديد من الدول الغربية أصبحت راعية للعنصرية ومعادية للإسلام، وأكد أن مهاجمة المسلمين بات أحد أهم الوسائل التي يستخدمها السياسيون الأوروبيون من أجل التغطية على فشلهم. ولفت أردوغان إلى أن الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام يرتكبون أكبر إساءة لمجتمعاتهم. والجمعة قال ماكرون في خطاب له إن الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل العالم وعلى باريس التصدي لما وصفها بالإنعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازن وإنكار الجمهورية الفرنسية. جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد الانفصال الشعوري بهدف مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية. نحاول برضو نشوف توسعة لهذا الخبر المهم. عربي بوست تقول وقاحة وقلة أدب واستفزاز للمسلمين، أردوغان يهاجم ماكرون بعد حديثه عن إعادة هيكلة الإسلام. يعني انظروا إلى هذه الوقاحة والبجاحة التي ما رأيناها في أحد إلا في أمثال ماكرون الذي ملأ الدنيا بتصريحات معادية للدين الإسلامي وللمسلمين. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء اللي هو 6 أكتوبر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام معتبرا إياها استفزازا صريحا وتفتقد للاحترام، ووصفها كما قلنا بأنها قلة أدب. واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن ما قاله إيمانويل ماكرون عن الإنعزالية الإسلامية ومشروع المجتمع المضاد الذي يجري العمل عليه في فرنسا حسب قوله من خلال الإعلان عن عدة إجراءات خاصة عن مجال التعليم وكذلك مسألة تنظيم عمل أئمة المساجد
ومحاربة الإسلام في كل مكان، واعتبار أن الإسلام ديانة معزولة، ويريد أن يلزم المجتمع بالتوقيع على ميثاق للعلمانية بحيث أن يجرد كل طائفة أو كل جالية من مكوناتها ومن هويتها الدينية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، ولكنه في الحقيقة لا يستهدف إلا المسلمين، هذه الحقيقة. ولكن كانت هناك يعني ردود أفعال هائلة لدوافع الرئيس ماكرون الحاقدة على الإسلام والمسلمين، حيث أقام ماكرون الدنيا ولم يقعدها منذ تصريحاته التي أدلى بها في خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي في أحد أحياء ضاحية باريس، والذي قال فيه إن الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم. يعني انظروا إلى هذا الكره للإسلام. وسعى ماكرون في خطابه إلى إبراز ملامح خطته التي جرى الحديث عنها مرارا، والتي تسعى لمحاربة النزاعات الانفصالية في المجتمع الفرنسي، والتي تشير معظم وسائل الإعلام الفرنسية إلى أنها تستهدف وفقا للسلطات الفرنسية كل النزاعات المتطرفة ومن يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية الفرنسية. ده حسب بي بي سي عربي. لكن حديث ماكرون عن الإسلام تحديدا وقوله بأن على فرنسا التصدي إلى الإنعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازن وإنكار الجمهورية أثار ردود أفعال غاضبة من داخل فرنسا ومن أنحاء مختلفة في العالم الإسلامي، استنكار في الداخل والخارج. في الداخل الفرنسي أعربت عدة هيئات وجمعيات ممثلة للمسلمين عن مخاوفها من أن تسهم تصريحات ماكرون وخطته المرتقبة في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات بعض المتطرفين. أما على صعيد العالم الإسلامي فقد كان لافتا توالي الردود القوية الرافضة من قبل هيئات إسلامية، إذ استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تصريحات ماكرون التي تنسف برأيه كل الجهود المشتركة للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان، محذرا من مثل تلك التصريحات العنصرية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم حسب تعبيره. من جانبه رد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على تصريحات ماكرون موضحا أن المقتنعين بالإسلام يزدادون كل يوم، فهو ليس في أزمة، وإنما الأزمة في الجهل بمبادئه وحقائقه والحقد عليه وعلى أمته. أما المؤيدون لما قال ماكرون في هذه التصريحات وما أسماه بالانفصال الشعوري يقولون بأن الرئيس كان قد أكد سابقا على أن مشروع القانون لا يستهدف ديانة بعينه، وهذا غير صحيح، بل هو في الحقيقة يستهدف الدين الإسلامي فقط، بل يستهدف جميع الديانات أو المجموعات التي تشجع على عدم احترام مبادئ الدولة العلمانية. ويدعو المؤيدون إلى إحداث ثورة لتجديد الخطاب الديني داخل المساجد في فرنسا، ويحذرون من حالة الفوضى والانفلات في الضواحي الباريسية التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة، ويؤكد مشروع القانون الفرنسي المرتقب على فرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد الخاضعة للتدخل الخارجي تحت عنوان الهروب للأمام. لكن الأسئلة التي طرحها كثيرون من داخل فرنسا وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتركز في جلها حول ما إذا كان الرئيس الفرنسي يسعى بالفعل بجدية إلى حل مشاكل فرنسا الداخلية، أم أنه استخدم الإسلام كالعادة في تحقيق مكاسب سياسية وبهدف الخروج من مأزقه الداخلي في ظل تدني شعبيته ومواجهته للعديد من المشاكل الاقتصادية. وتشهد الأحياء الفقيرة في الضواحي الباريسية والتي يمثل المهاجرون غالبية سكانها على فشل السياسة الفرنسية على مدار عقود في دمج هؤلاء في المجتمع الفرنسي وتركهم يعيشون في مجتمعات هامشية بغض النظر عن انتمائهم العقدي سواء كان الإسلام أو غير الإسلام. وقد بدأ ماكرون معترفا بالمسؤولية عن ذلك في خطابه، إذا اعتبر أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية في تطوير ظاهرة تحول الأحياء إلى غيتوهات، وقال قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط ولا ما يكفي من تمكينهم من التدرج الاقتصادي والاجتماعي. ويأخذ كثير من معارضي سياسة ماكرون فيما يتعلق بالمسلمين في فرنسا على الرجل اعتياده منذ وصوله للسلطة على استخدام عبارات مستفزة ضد الإسلام والمسلمين، من قبيل تكراره دوما لعبارة الإرهاب الإسلامي، ويرون أن مهاجمة الإسلام باتت ملجأ للرئيس الفرنسي للهروب من الضغوط الداخلية والأزمات،
واحنا شفنا كذلك تأييده للرسومات التي تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان هناك مجموعة من الأسئلة التي طرحها موقع بي بي سي عربيك، يقول: برأيكم ما هي دوافع ماكرون لقوله بأن الإسلام يواجه عزلة؟ هل ترون أن الرجل يخلط بين الإسلام وتيار المتطرفين عبر تصريحاته المتتالية؟ لماذا ينكر البعض على ماكرون سعيه لدعم المبادئ العلمانية للجمهورية الفرنسية؟ أوليس من حقه الحفاظ على تلك المبادئ؟ كيف تقيمون ما يقوله البعض من أن ماكرون يمارس سياسة الهروب للأمام عبر اللجوء إلى مهاجمة الإسلام هربا من تدني شعبيته؟ وفي الحقيقة أن ماكرون هو رأس الحربة للماسونية والصليبية والصهيونية لحرب الإسلام والمسلمين دون مواربة ودون أي لبس في هذا الموضوع. لذلك نقول أن كان رد الرئيس رجب طيب أردوغان واضحا صريحا في أن ما فعله ماكرون هو قلة أدب وعدم مسؤولية في هجومه على الإسلام والمسلمين. هل يجرؤ رئيس عربي آخر أو مسلم أن يعلن موقفه كما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أما يوجد للإسلام والمسلمين من يزود عنه ومن يدافع عنه في هذا الزمن وفي هذا العصر؟ هذا ما أردت أن أوضحه لحضراتكم، فكلنا بإذن الله تعالى سنكون في الدفاع عن دين الإسلام في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تستهدفه دينا وأمة مسلمة في كل مكان. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.